السلام عليكم خوتي وعزيزي المشاهدين، مرحبا بكم معايا من جديد. واليوم جيت عند عزيز فولار باش نعرفكم على الجديد ديال الشال والفولار لمناسبه فصل الربيع على الابواب. بالنسبه للاثمنه، الاثمنه جد جد مناسبه. اول حاجه غادي نبدا بها هو الشال ديال الكشخه، هانتوما كما كتشاهدوا الثمن ديالو داير 90 درهم. كاينين اللوينات، انتما مازال كنصور لكم باش تشوفوا. وكذلك كاين هذا ديال الكشخه ديال اللاصوه، زوين بزاف ورائع. انتما هذا هما العروض، حتى هذا ديال اللاصوه زوين. وانا غادي نقول لكم الثمن ان شاء الله ديال اي حاجه. هادو هما الشكيلات اللي كاينين او الالوان، ودائما عزيز عنده الجديد انتما كما كتشاهدوا. وانا كنمشي دائما في واحد الوقيته كيكون عنده الكليان في الحقيقه، شي شويه كندير ليه الروينه وخصو يكون مع الكليان وعاد كيرجع عندي انايا باش نوريكم ونحل الشال باش تشوفوا الطول والعرض اللي فيه. انتما كما كتشاهدوا وكل حاجه والثمن ديالها، يعني الثمن كيختلف على حسب الجوده. دائما كناكد كنقول لكم الثمن ديال الفولار او ديال الشال كيختلف على حسب الجوده. راه عنده ابتداء من 20 درهم حتى ل 200 درهم حتى ل 250 درهم. بالنسبه لهادو ديال الكشخه غير الدوزيام ديالو دايرين غير ب 50 درهم، هادو 50 درهم. بالنسبه هادو ديال فاندي ديال ليكرا دايرين 120 درهم، وهادو 70 درهم. هانتوما 120 70 درهم. حتى هادو كذلك اللي كان سبق لي ووريتكم في الحلقات اللي فاتوا، كنقول لكم الثمن كيختلف. بالنسبه لهادو راه دايرين الثمن جد جد مناسب. هادو ديال ليكرا اللي فيهم هكايا هاد الصفيوقات هكا دايرين غير ب 50 درهم، هادو 50 درهم. وفيهم الطول وفيهم العرض كذلك. كان انتم كما كتشاهدوا هادو هما الالوان ديالهم، الالوان ديالهم مختلفه انتم كما كتشاهدوا وعليهم الطلب. بالنسبه لهاد الكشخه هذه اللي دايره 90 درهم انتم كما كتشاهدوا، فيها اللوينات ب 90 درهم ديال الكويت، ديال الامارات عفوا ماشي ديال الكويت. كاين واحد الشكل كيقولوا له الكويتيه، ها انتم كما كتشاهدوا هذا الموف كيجيب الالوان ولكن كيطيروا بهم. كذلك هذا حتى هو زوين بزاف وعجبني هذا، لو كنت تشوفوه عن قرب كيحمق. وهاد لي زيست خاص ديالو زوينين بزاف وخفاف، غير هاد الالوان عندي منهم انا بزاف عليها ما خديتش هذا. وفي الطول والعرض كذلك حتى هو انا علقته باش تشوفوه. هذا حمقني في الحقيقه، ولا جيتو من طرف عالم نسيمه راه غادي نقص لكم شويه. ها اللون الكحل ديالو، هادو دايرين غير ب 50 درهم، هذا 90 درهم. كذلك اللوينات ديال 90 درهم هما هادو الالوان ديالو. حيت ما كتكونش كليانه كنضطر انني نحول الكاميرا. 50 درهم كنأكد هادو غير ب 50 درهم. انتما كما كتشاهدوا حتى هادو فيهم اللوينات، وحتى هما بطبيعه الحال ليهم اقبال. كل واحد كياخذ على قد جيبو كما كنقول دائما. انتما كما كتشاهدوا بالنسبه للوينات ديالهم هما هادو، هادو اللي بقاو هما فين ما كيتسالاو كيجيبو. ما عرفتو علاش، حيت عليهم الطلب بزاف بزاف لواحد الدرجه ما تصوروش. راه نتوما عارفين حاليا شنو كاين في الاسواق، حيت عليهم اقبال. هادو ديال اللي فيهم هاد فاندي عليهم الاقبال بزاف بزاف. شوفوا الطول والعرض في هاد الكشخه، حيت حتى سهله مع الكليان عاد باش قلت له حل لي هذا نشوفو. شوفوا قداش الشال بحال ليزار، شوفوا تبارك الله شحال زوين. وعن قريب ان شاء الله غادي يجيب الشيلان جدادين وحدين اخرين، ونحاول ان شاء الله الا ساعدني الوقت راه غادي نصور. بالنسبه لهذا ديال فاندي داير 200 درهم، هذا في الجوده احسن من الاخرين ديال 120 درهم. هذا شي شويه طالع في الثمن حيت الليكرا ديالو رطبه بزاف ورقيقه.
انتما كما كتشاهدوا 30 درهم، كما كان نوريكم دائما اللي كنقول لكم اللي ما شريت نزه باش تعرفوا الجديد في عالم الشعر والفولار مباشرة من عند عزيز. حتى هذا ديال الكشخه الحرير حلينا باش تشاهدوه باش تشوفوا شحال زوين، واي لون بغيتو توصيوه وراه كيوجدوا لكم، ولا جيبوا اللبسه ديالكم او جلابه تبارك الله عنده واحد الذوق الرفيع في تنسيق الالوان. انتما شوفوا شحال الشال كبير في الحقيقه، حتى هذا اللون عجبني انا بزاف بزاف. انا من كنجي عنده في الحقيقه راه كندير روينه، ولكن معليش كيصبر معايا مسكين. بالنسبه لهادو اللي دايرين 70 درهم، كيجيو سامبل وعندهم هاد الحاشيه هكا هكا بحال شكل الدونتي الرقيق، وفيهم اللوينات وخفيفين ديال هاد الوقيته هذا، يعني نستقبلوا بهم فصل الربيع وفصل الصيف. هانتوما هادو هما اللوان اللي بقاو، وغادي يعاود يجيبهم ان شاء الله. 70 درهم كنأكد، لا غدا على مسكين ب70 درهم. شوفوا اللون الابيض شحال زوين فيه. كتعرفوا حنا العيالات عزيز لينا يكون عندنا في البلاكار ديالنا بزاف ديال الفولارات والشيلان. بالنسبه لهادو ديال الكرا اللي فيهم الطول والعرض دايرين غير ب30 درهم. شوفوا الشال ها هو حل واحد، هذا في الغوز بيبي حلينا، هذا الكرا ديالو رطبه ورقيقه وزوينه منعشة، هذه من جربتها وفيها الالوان بزاف كثره، ودائما عنده في الصيف وفي الشتاء حيت عليها اقبال، وغير ب30 درهم. وكذلك كاين الشال حتى ديال 20 درهم، هذا ديال لاسوا اللي وريت لكم في اول فيديو اللي الثمن ديالو 100 درهم. انتما كما كتشاهدوا زوين هاد السواقه، وكيجيو حتى في العنق هكا كيتلبسوا مع الرومي، يعني ماشي غير مع جلابه حتى مع رومي. جبت حتى هذا باش نوري لكم ديال غوتشي، لا مارك غوتشي. انتما كما كتشاهدوا الاشكال كلهم عجبوني في الحقيقه، وكنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. هادو ديال الكرا حتى هما بقاو غير 3 د الالوان، هادو دايرين 70 درهم، هذا الكرا وداك الكرا ديالهم شي شويه رقيقه ورطبه بزاف، هادو دايرين غير ب70 درهم، بقاو 3 ديال الالوان، ولكن راه غادي يجيبهم عاود ثاني، انا غادي نعلقهم باش تشوفوهم. هما هادو باقي واحد اللون اخر. بالنسبه للناس اللي باغيين الليكره كتكون هكا بالالوان حتى هما زوينين، هذا كيحمق هذا الشال وفيه واحد الالوان زوينين بزاف، وحتى لا ماتيغ ديالو زوينه بزاف. نخليكم تستمتعوا بهذا الباقي ديال الفيديو، الى اللقاء ان شاء الله بفيديو جديد والجديد ديال الشال والفولار. ايوا تبقاو على خير ومع السلامه.